شاب في مقتبل العمر درس إدارة الأعمال بدأ حياته العملية كموظف بسيط وبسرعة البرق اعتلى الدرجات. وئام رباح، فلسطيني الجنسية من سكان لبنان. تعلمت أنهي دراساتي الثانوية والجامعية في لبنان، من ثم جيت على دولة الإمارات. كنت جاي من لبنان بشهادة جامعية وبطموح كبير. لكن طموحه أكبر من ذلك، فقرر أن يستقل في عمله، فأسس شركة الوادي الأخضر للعقارات لتكون خطوته الأولى لدخول عالم الأعمال وبوابته لتحقيق الأحلام. بدأت كموظف مبيعات بشركة عقارات كبيرة داخل دبي، وخلال فترة قصيرة جدا تدرجت بالوظيفة، صرت سوبرفايزر خلال أشهر قليلة، بعدين صرت مدير مبيعات، ومن بعدها قررنا أنه نأسس شركة عقارات، شركة الوادي الأخضر. وأسسنا شركة الوادي الأخضر كبروكر داخل دولة الإمارات في إمارة دبي. خلال فترة قصيرة جدا كمان الحمد لله قدرنا نفتتح العديد من الأفرع داخل دولة الإمارات. افتتحنا فرع بأبو ظبي، بعجمان، الفجيرة، وكنا وسيط عقاري من أهم الوسطاء العقاريين في دولة الإمارات. مع نهاية 2008 وما حدث بالأزمة المالية العالمية، قرار كان معظم الشركات العقارية هو تخفيض الميزانية، تخفيف المصاريف. احنا قررنا نزيد المصاريف ونزيد اليد العاملة ونزيد يعني عكس التيار. فالحمد لله بالوقت اللي كانت كثير من الشركات عم تخفف من عدد موظفينا وعم تعاني من مشاكل، احنا تطورنا بشكل ممتاز. بداية الوادي الأخضر كانت كوسيط عقاري، ثم مع نهاية 2008 بداية 2009 بدأنا كمطور عقاري. حاليا احنا مطور عقاري نملك 9 مشاريع في لبنان، في عنا تطوير عقاري كمان لمشروعين في سوريا، في مشروع بمصر، بالإضافة لقسم جديد كمان اشتغلنا عليه بالفترة الأخيرة، وحاليا احنا مقاول في بعض المشاريع، وآخر شيء صرنا إدارة وتأجير عقارات داخل دولة الإمارات. السر يعني عدة نقاط، يعني أهم ممكن هو الطموح. يعني طموحنا في المجال الأعمال زائد المصداقية، زائد دراسة السوق بالشكل المضبوط، وبناء الاستراتيجيات بناء على طلب السوق، تلبية رغبات العملاء، وكلها تحت شعار المصداقية. لأنه كان في مشكلة يعني ممكن موجودة عند بعض الناس بالمصداقية عند شركات العقارات، خاصة في ظل الأزمة المالية اللي صارت. فحاولنا احنا نكافح هذا الموضوع، يعني ممكن مثلا عند كتير ناس بالنسبة لهم تسليم المشروع عادي انه يتأخر سنة او سنتين عن الموعد. كان شعارنا احنا نمشي بعكس التيار، كمان نسلم قبل الموعد وبمواصفات افضل من الموجودة بالعقد. بحب عمله وبطموح بلا حدود ورؤية ثاقبة وخطى ثابتة، يواصل وئام رباح مشواره امام خيار واحد لا غير، النجاح او النجاح. طموحاتي حاليا بعد في كتير من الطموحات ما تحققت. طموحاتنا انه نكون الشركة رقم واحد في الخليج، انه نكون الشركة النموذج الذي يحتذى به، ونكون احنا مثل مش بس للشركات في الدول العربية، بكل العالم. مبدأي بالحياة دائما هو تجاه اي موضوع، يعني دائما اي موضوع ممكن يواجهه الانسان بكون فيه احتمالين. بالنسبه لي الاحتمالين دائما هن بكونوا يا احتمال النجاح في الموضوع
يأمل نجاح في الموضوع. واضح انه المان اوف ذا ويك وئام رباح استطاع ان يفهم ما يحتاجه السوق وخاصه في مدينه دبي، لانه معروف انه دبي شركات عم تتسابق لتقديم اعلى تصاميم واحلى تصاميم في العماره، وهو عارف مزبوط يعني شو يقترح للسوق دبي حتى يكون ناجح. أنا بتعرفي دائما هذه الفقره بنحب نركز عليها، لانه حتى نحن يعني بتشوفينا قدام يكون مركزين عليها، لانه دائما النجاحات على بلا حسيده طبعا، بس بنجرب قد ما فينا نستفيد. ومثل ما بنعرف انعكست نجاحات ويام رباح من خلال مشاركاته بالمعارض المخصصه للتصاميم العقاريه، وخاصه معرض سيتسكيب بابو ظبي، وطبعا للمشاركه بتعني التسويق وترسيخ اسم الشركه وتحقيق اعلى المبيعات. ويام رباح بيعرف تماما الفرصه المناسبه للشراء، فهذا الشيء ساعده أكثر، وهذه كانت فرصة كمان لأنه نحن نتعرف عليه من خلال شركته وأعماله. فيعطيه ألف عافية إن كان بالإمارات أما بالدول العربية سوريا لبنان وغيرها. موفق. بذكر أنه إحنا كل أسبوع في عنا فقرة مان أوف ذا ويك، وكل مرة قصة نجاح سواء كانت امرأة أو رجل، هالموضوع ما بيفرق كتير، بيكون عنا التقرير في على الموعد.